السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمت كتير في فيديوهات سابقة عن كواليس غرفة الملابس، والموضوع ما بقاش سر أصلا. كل جمهور الزمالك شايف بعينه اللعيبة وصلت لإيه، لأي مدى من الرعونة والاستبطار. وعندي مثالين ثلاثة هقوله لكم دلوقتي، وده مثالين بساط ومش حصر، لأن في كتير. لاعب مثلا زي مصطفى شلبي، تحس إن هو بيلعب وهو مغصوب عليه، وتصرفاته خارج الملعب اللي ما كانتش مقبولة قبل ماتش بيراميدز، والصور اللي نزلت دي كانت حاجة بصراحة سيئة، سيئة جدا لجمهور الزمالك، وسيئة جدا ليه هو شخصه، هو وبعض زمايله اللي نزلوا صور بحاجات يعني عيب انها تتعمل قبل ماتش مهم زي ده، ومنتهى الاستهتار ومنتهى الرعونة ومنتهى الحاجات الغريبة جدا اللي الواحد مستغربها جديدة على لعيبة الزمالك. في مثال تاني هقوله لكم، وده يمكن من الأمثلة الغريبة جدا، إن بعض اللعيبة على الرغم إن أنا بتهم فيريرا في التقصير في تغيير مراكز اللعيبة، إن بعض اللعيبة طلبت شخصيا من فيريرا إنها تغير مراكزها عشان تروح تلعب في منتخب مصر. لعيبة مش أساسية في منتخب مصر عايزين يبقوا أساسيين، فطلبوا من فيريرا إن هم يغيروا أماكنهم، وده الأمر الغريب جدا بالنسبة لي مع فيريرا شخصيا، إن فيريرا بقى بيسمع الكلام من اللعيبة أكتر من أي حد تاني، أكتر من الناس حتى اللي معاه في الجهاز. يعني دي كانت بالنسبة لي غريبة وعجيبة جدا. بس أنا بقى هزيدكم من الشعر بيت، اللي بيحصل ده خطة لتطفيش فيريرا، وأنا قلت الكلام ده وأنا ما بعفيش الراجل من المسؤولية، بالعكس أنا انتقدته كتير جدا في أكتر من فيديو، وقراراته غريبة في مباريات كتيرة جدا جدا. بس اللي بيحصل ده واضح قوي ومكشوف إنه تطفيش للراجل، ودي برضو علامة استفهام، على الرغم إن الراجل بيتعامل مع اللعيبة إنهم قريبين منه جدا وبيسهل لهم أمور كتيرة جدا فنية، لدرجة ان هو بقول لكم في بعض اللعيبة طلبت منه ان هو غير اماكنها، وقدر فعلا او بيغير لهم اماكنهم عشان يروحوا منتخب مصر ويلعبوا. واتكلمت كمان مع مصدر عن اسباب، مصدر داخلية داخل نادي الزمالك، عن اسباب الحقيقية لاعتذار الكابتن اسامة نبيه واعتذار احمد عبد المقصود، وقال انهم قاموا بالاعتذار اكتر من مرة لان علاقتهم بفيريرا سيئة جدا، وعلاقتهم بفريرة مع فريرة بيهمشهم وما بيدخلهمش في أي شغل وأي تشكيل بيلعب بيه الراجل. وحصل أكتر من مرة الكلام ده، اتفق مع مقصود، اتفق بعض المسؤولين مع مقصود إن يكون إن يقعد لحد ماتش بيراميدز، ويكون ماتش بيراميدز هو آخر ماتش لعم مقصود ويمشي بعديه عم مقصود. واضح إن كان في قرار واتفاق داخل المجلس في التغيير، في التفكير في تغيير الجهاز كله، ولكن إدارة الزمالك شايفة إن حال اللعيبة مش أحسن حاجة، فإنك تاخد قرار ضد الراجل لوحده يبقى أمر صعب جدا. كان القرار هيتاخد ضد الجهاز كله داخل المجلس أو داخل النادي بإقالة الجهاز كله، وده موضوع كان المفروض هيتاخد بعد ماتش بيراميدز. بس انا هقول لكم على حاجه دي لازم تبقوا فاهمينها كويس قوي. ماتش الديربي اللي جاي هيكون حاسم في كل القصه دي، وخاصه مصير جهاز فيريرا، وهيحصل جلسه من الاداره مع اللاعبين في خلال الفتره او في خلال الساعات القادمه عشان ينبهوهم ان اللي بيحصل ده داخل الفريق ده مش مسموح بيه، وان مفيش مبرر لاي خساره اخرى، خاصة كمان بعد الخروج من كاس مصر، وان مباراة القمة هتكون مباراة حاسمة للكل. لعيب بقى مش ملتزم، لعيب مش مركز، لعيب بيفكر في نفسه بس، لعيب خايف ان هو يلعب برجولة لحسن يتعور عشان ما يروحش منتخب مصر. امور كتير جدا هتتحسم في القعدة ما بين مجلس الادارة او ما بين النادي وما بين الجهاز واللعيبة، لان الامر بقى مستفز، الامر بقى مستفز جدا، خاصة لجمهور الزمالك المحترم اللي طول الوقت، وانا قلت امبارح الكلام ده، طول الوقت في ظهر الفرقة، وطول الوقت بيساند، وطول الوقت بيروح الاستاد والملاعب بعدد كبير جدا جدا
وبيشجع لاخر لحظه، ولحد دلوقتي لسه جمهور الزمالك ما غضبش على اللعيبه. وانا قلت وبقول تاني وبقرر، احذروا غضبه جمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك لما هيغضب مش هيرحم حد، مجلس ولعيبه، خدوا بالكم مش لعيبه بس، مجلس ولعيبه، لان الامر دخل في مرحله ان جمهور الزمالك ما بقاش يستحمل. على الرغم ان احنا السنه اللي فاتت حصلنا على بطوله الدوري والكاس وهي هي نفس اللعيبه، بس انا عاتب هنا على فيريرا اللي هو اصلا كانت شخصيته قويه جدا وباينه جدا ان هو شخصيته قويه، ان هو بيسمح بالحاجات دي داخل الفريق، زائد ان هو بدا يبعد لعيبه مهمه شباب مستقبل النادي عن التشكيل الاساسي، منهم سيد نيمار، منهم سيف جعفر، بيفكروا يطلعوا حسام اشرف للاسماعيلي اعاره، حاجات كده يعني انا نفسي مستغربها. طب انت يا مستر فيريرا الولاد دول جابوا لك دوري وجابوا لك كاس قبل كده، طب ليه الفتره دي انت ما بتعتمدش عليهم بصوره اساسيه، على الرغم ان الولاد دول بروميسنج جدا وفي لعيبه ما بتاديش في الملعب وبتلعب. ودي برضو قناعات غريبه بالنسبه لمستر فيريرا، وانا عن نفسي مستغربها جدا، لان انا عارف ان الراجل ده شخصيته قويه. ليه بقى شخصيته ضعيفه مع اللعيبه الفتره دي؟ ده امر بالنسبه لي مستغربه جدا جدا جدا، وامر مش كويس. نيجي للصفقات، الزمالك هيتحرك بسرعه اكبر بدايه من النهارده عشان يخلص صفقتين ابوكا او عبد الله السعيد. احنا عرفنا ان صفقه ابوكا واقفه على المبلغ وواقفه على الكاش، وان دي في طريقها للحل، في طريقها للحل، وان نادي الزمالك هيضحي في الفتره الجايه باي حاجه عشان يدعم الحته الهجوميه بفروه قوي زي جون ابوكا. وان جون ابوكا انا قلت لكم قبل كده انه خلص، وفعلا كان خلص والموضوع انتهى، بس رجعت سيراميكا غليت في المبلغ تاني وطلبت مبلغ كبير وطلبت الفلوس كاش، وده مأثر سنه على ايه اتمام الصفقه دلوقتي، وده ان شاء الله باذن الله هيتحل في خلال اليومين ثلاثه الجايين دول عشان يبقى موجود ايبوكا داخل نادي الزمالك. ونفس الموضوع عبد الله السعيد، وعشان تبقوا فاهمين برضو موضوع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مش طالب اي مبالغ اوفر من نادي الزمالك. عبد الله السعيد هيتعامل معامله اللعيبه العاديه اللي موجوده داخل نادي الزمالك في المرتب بتاعه او في الفلوس بتاعته او في العقد بتاعه، لان هو فعلا حسم الموضوع او بيحسم الموضوع مع نادي بيراميدز وقال لهم صريحه ان انا عايز اروح نادي الزمالك ودي رغبتي. انما طبعا عشان هو مرتبط بعقد مع نادي بيراميدز لسه الموضوع ما خلص. ومن ضمن الاسرار ان نادي بيراميدز اوريدي ومشكلته مع هاني السعيد هتعجل بمشيانه، لان الموضوع كبير جدا بين عبد الله السعيد وبين هاني سعيد داخل نادي بيراميدز، والموضوع هيخلص في خلال الساعات او الايام القادمه، وهنشوف عبد الله السعيد وهنشوف ان شاء الله باذن الله شو جون ايبوكا داخل نادي الزمالك. كمان حصل مكالمه مع ميدو واداره الزمالك اللي بيفكر نادي الزمالك يعير سامسون للاسماعيلي 6 شهور بحيث ان هو يشارك في المباريات ويتم الحكم على مستواه، خاصه ان ميدو اوريدي من ضمن الحاجات اللي حاصله ان ميدو اوريدي بيفكر في استقطاب الولد او ان الولد يروح عنده في الاسماعيلي، لان فرقه الاسماعيلي محتاجه عدد كبير جدا من اللعيبه. فالكلام ده برضو هنشوفه خلال الساعات القادمه، لان نادي الزمالك مستخسر ان هو يفرط في سامسون ايكونولا، خاصه كمان ان الولد لسه ما لعبش او لسه ما خدش على اجواء مصر، ممكن يكون عنده، انا مش قادر احكم عليه حكم نهائي، انما اللي واضح بالنسبه لي في الفتره اللي بيلعب فيها او الفترات اللي بيلعب فيها سامسون ايكونولا مش هو الفيرود بتاع الزمالك اللي ممكن يقعد في نادي الزمالك ويعمل الفرق مع نادي الزمالك. دي كل التفاصيل اللي عندي النهارده، اتمنى 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 ان لعيبه الزمالك يفوقوا، اتمنى ان يعرفوا ان عندهم ماتش صعب جدا، اتمنى يرجعوا لسابق عهدهم بالروح والقلب اللي كانت عندهم قبل كده اللي كانوا بيكسبوا بيها، عشان الجمهور ما بقاش مستحمل. وانا هقولها لكم للمره الاخيره، احذروا احذروا غضبه جمهور الزمالك عليكم. كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.